الملعب يغلي كالمرجل. تحية وتحيات لكل الذين انضموا إلينا في المسابقة والفقرة الأكثر صعوبة التي تكتم الأنفاس 10 في 10 اللي برعاية كوفتي، والجائزة 10,000 مقدمة من كوفتي لصاحب أو صاحبة الأجوبة الكثيرة من 10 أجوبة أو 10 أسئلة الحجية. الليلة حيلعبوا زي ما قلنا الناس المسخنين دوما، الليلة حتجدد ديربي السودان ككل، أم درمان والخرطوم. أم درمان الفتيحاب حتلعب مع الخرطوم ممثلة في الصحافة. من أم درمان عندنا فاطمة من الفتيحاب أم درمان، وعندنا خالتي إحلام أو كما يقولون خالتو أحلام. خالتو أحلام حتكون من الصحافة، إذن حيلعبوا معنا يعني خالتنا وبتنا الاثنين مع بعض، أو نخلي نقول لهم بتين. نبدأ. خالتي أحلام إزيك؟ أهلا وسهلا. إن شاء الله الأمور كلها تمام. تمام الحمد لله. المسابقة إن شاء الله داخلها بمعنويات فوق. الحمد لله. حاسة بنفسك اللي حتفوزي؟ إن شاء الله. إن شاء الله، عشان إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقك. فاطمة. اللهم آمين. إزيك يا فاطمة؟ أهلا وسهلا. أهلين يا مرحب. الفتيحاب على حسك؟ أهلا تمام بخير. قالوا عندكم حالات كثيرة، ليه يا فاطمة؟ في شنو الفتيحاب حالات الكورونا زايدة؟ والله زادنا ما عارفين السبب شنو، بنسمع وبنقرا في الواتساب إنه في حالات كورونا كثيرة. إن شاء الله ربنا يحفظك أنت وأسرتك وكل من يعنيكم الفتيحاب ككل لحد صالحة، لحد قرى الجمهورية تكونوا طيبين وكل السودان يبقى طيب. طيب يا خالتو أحلام ويا فاطمة ركزوا معاي شوية، نحن يعني عندنا حبة سغالة كده بنعملها في المسابقة دي على غير شختك بختك، لأنه ديك فيها زي ما تقول تساهل، هنا زي ما بقولوا الحكم قرقوش. طيب واحد يا خالتو أحلام وفاطمة، عندنا ما في أي مساعدة على الإطلاق، السؤال بنقراه مرة واحدة فقط، 2 أو 3 مدة الإجابة 10 ثواني فقط. العداد بيبدأ يشتغل، أول ما يصفر بشار بديك أحمر ما بيعرف يزو. تمام؟ عندنا أخيراً الإجابة مرة واحدة، والمرة الواحدة هي التي تعتمد، يعني ما تقول إجابة وتتردد فيها، إذا قلت الإجابة الأولى غلط قلت هي لا قصد فلان وفلان طلع صح، بنعتمد الإجابة الأولى الغلط. تمام؟ تمام. جاهزين؟ جاهزين. الاثنين نقول بسم الله ويا رب. بسم الله يا رب. إذن حنختار خالته أحلام. الصحافة الضربة الأولى، قول بسم الله. بسم الله. أغنية وين الملايين الشعب العربي وين من أداء جوليا بطرس وسوسن الحمامي وأمل عرفة، الكلام ده صح ولا لا؟ صح. جول الصحافة. الصحافة الهدف الأول. الله عليك. صح. الله عليك. الله عليك. طيب نعود من جديد إلى الفتيحاب والضربة الأولى، من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر، هي أبيات للشاعر محمد المكي إبراهيم، صح ولا لا؟ من غيرنا يعطي هذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر. عبدو عدو. الشاعر عبدو عدو. محمد المكي إبراهيم. عبدو عدو. صح. جول يا فاطمة. صح. فاطمة متأخرة شوية، الزمن حيظلمي شباب، لما نقول نعيد نعيد. أوكي طيب خالتو أحلام. نعم. الكرة معك. استشهد الطفل محمد الدرة أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000، الكلام ده صح ولا لا؟ أبدو عده. صح. صح. جول الصحافة والهدف الثاني. الله عليك. الله عليك يا خالتو أحلام، لعب جميل، خبرة في الألعاب دي ممتاز. ما قلت لسمعوا قبائكم يا جماعة. ها؟ بتتشاكلي مع ديل؟ وما قال لي ما تمعاني، ما تستغلي بيه وركزي معايا هنا العشرة اللي بيجيك. طيب يا 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 فاطمة في الفتيحاب. نعم. سنام القرآن هي سورة آل عمران، الكلام ده صح ولا غلط؟ أبدو عدو. لا خطأ. جون. سنام القرآن هي البقرة وليس سورة البقرة. سنام القرآن. أيوة. أيوة يا سلام. إذن هدفين هدفين، يعني مباراة فل الفل. طيب خالتو أحلام الصحافة. أيوة. يقع جبل التاكا في ولاية كسلة، كلام ده صح ولا لا؟ عدوا. صح. جول الصحافة. تأخرت لكن هدف في الثمانيات، في الثمانيات يا خالتو أحلام، ما في كلام. صح. ما في كلام. طيب أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين
يا فاطمة، الكلام ده صح ولا لا؟ أطول آية. نعم آية الدين. جول، تعادل. انظر بقى، تعادل ثلاثة. يا سلام يا سلام، ثلاثة ثلاثة مش كده؟ يعني لعب لعب متميز والله، ما في كلام. إجابات صحيحة، الناس مركزين. الصحافة خالد أحلام. نعم. من هو شاعر أغنية حلم الأماسي التي تغنى بها الفنان محمد الأمين؟ أبدو عدو. محمد صلى الله. أعود. هو دكتور عمر محمود خالد، صاحب برنامج صحة وعافية. معليش في الأوت. الصحافة فرصة لمدرمان كي تتقدم. فاطمة. نعم. بعد مضي كم سنة يتم الاحتفال باليوبيل الذهبي؟ أبدعيد. 50 سنة. جول لمدرمان، تتقدم. هدف جميل يا فاطمة، الله عليك الله عليك الله عليك. نعود إلى الصحافة. خالته أحلام. أيوة. من هي أول من استشهدت في سبيل الله والإسلام؟ أول شهيدة في الإسلام. أبدعي. في الدار. لم تجاوبي. سلمة. شوية. لا ما خلاص، الزمن انتهى يا خالته أحلام. هي سمية بنت الخياط، لكن تعتبر إجابة خاطئة. يعني لأنك تجاوبتي بعد الزمن، لأنه هي صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة، وإن شاء الله كلنا موعدنا الجنة. طيب، ما اسم السبيكة الناتجة عن خلط معدني النحاس والقسطير؟ ما هي السبيكة الناتجة عن خلط معدني النحاس والقسطير؟ ده تخصصنا بقى. يا فاطمة، هو مركب أو فلز البرونز. نعود. إذن أم درمان برا، نعود للصحافة. طيب ركزي معايا يا خالته أحلام. أيوة مركز مركز. ما هي عملة اليابان؟ عملة اليابان. الين. جول يا صحافة، جول يا خالته أحلام. يا سلام عليك. نعود إلى مدرمان الفتحة. فاطمة. نعم. أكبر دولة في أفريقيا من حيث السكان. أكبر دولة في أفريقيا من حيث السكان هي. من حيث السكان. أبدعيد. في الأول. نيجيريا. نيجيريا. نيجيريا، معلش. طيب النتيجة ربما تكون تعادلية، إذا اتعادلنا يا خالته أحلام. أيوة. فرصة لك عشان تتقدمي. كتاب الله. هجرة النوبيين رصد الآثار الاجتماعية على النوبة في السودان إثر قيام السد. هو إثر قيام السد العالي، ومؤلفه منو؟ مؤلفه أبدعي. مؤلفه. ايوه العداد شغال. أيوة. خالته احلام. في الاوت. هو الاستاذ حسن ضفالة. محمد ابراهيم. محمد ابو سليم. ابو سليم برضه غلط. برضه غلط. حسن ضفالة. معلش معلش. طيب اغنيه لمحتك يا فاطمه. اغنيه لمحتك التي تغنى بها الفنان الراحل مصطفى سيد احمد. سيد احمد. من مؤلفها او من شاعرها؟ الشاعر أبدعيد. عبد القادر الكتيابي. جول يا ام درمان. ام درمان تتقدم بثبات. يا سلام، دي فرصه للتعادل يا خالته احلام من الصحافه. ايوه. المرض الذي يصيب الجهاز المناعي للانسان هو شنو؟ المرض اللي هي الجهاز المناعي. أبدعي. الإيش؟ جول يا خالته أحلام. الله عليك الله عليك. ربنا يحمينا وكل السامعين والمشاهدين من مرض الإيدز والكورونا كمان. نعود إلى أحلام أو خالته. لا فاطمة. ما لا. فاطمة. فاطمة في الفتحات. القياصرة كانوا ملوك شنو؟ كانوا ملوك شنو؟
كانوا ملوك. أبدعي. الرومان. هي الرومان صحيحة لكن في الأوت الشاتت بعد ما الزمن انتهى. صح مملوك الرومان أو الروم. معلش في الأوت ما بنجامل. معلش يا فاطمة. نعود إلى خالة أحلام في الصحافة. أيوة. بعد مضي كم سنة يتم الاحتفال باليوبيل الفضي. أبدعي. خمسة وعشرين. جول يا صحافة. يا سلام. خرطوم شغالة تمام. أم درمان ممتاز. نعود إلى أم درمان. الأكاسرة كانوا ملوك شنو؟ الأكاسرة. أيوة. أبدعي. كسرى ملوك. كسرى ملوك الفرس. جول. أم درمان تتقدم. أم درمان تتقدم. تعادل. أم درمان تعادل. إذن طيب سؤال يا خالتو أحلام. السؤال ده بخليك تتقدمي. خالتو أحلام في الصحافة. أيوة. إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق استهدفتها الصواريخ الإيرانية هي قاعدة عين شنو؟ متلي شنو؟ هيا يا يمه. ما سامعاك. سمعني. طيب ركزي معاي. أي. طيب إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق استهدفتها الصواريخ الإيرانية هي قاعدة عين نقط نقط. أبدعت. الأسد الجوية. عين الأسد الجوية. عين الأسد الجوية. يا سلام. في المرمى. في المرمى. الشافعي عاد معاك شغال شغل جد. تمام. ربنا يحفظكم الاثنين. أنا كم؟ طيب أنت كده متعادلة مش؟ ولا متقدمة. طيب يا 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 فاطمة ركزي معاي كويس. السؤال ده إذا خسرتيه خالته أحلام في الصحافة هتشيل ال 10,000. إذا جبتيه صح هتتعادلوا وحنديكم أسئلة فاصلة. اتفقنا؟ نعم. يلا بسم الله يا فاطمة. أول عرض سينمائي في السودان عبارة عن فيلم. في السودان. أيوة. عبارة عن فيلم إخباري قصير عرض بإحدى مدن السودان هي شنو؟ يا تو مدينة. عرض في أي مدينة في السودان؟ أبدعي. الوبيه تقريبا. وين؟ الوبيه. جول يا فاطمة. أم درمان تتعادل في الأخير. آخر فرصة مع آخر 3 ثواني. جابت هدف جميل عادل الصحافة. أم درمان كل واحد فيكم حياخد أو واحدة فيكم معلش على العبارة حياخد سؤال ونديه فرصته. طيب يا خالتو أحلام. نعم. يا فاطمة. نعم. طيب نعم الله عليكم الاثنين. حندي سؤال لخالته أحلام في الأول. إذا جاوبته خلاص. إذا ما جاوبته نفس السؤال حنحوله لفاطمة. تمام. إذا جاوبته حندي فاطمة سؤال. ركزوا معانا. تمام. السؤال للصحافة خالته أحلام. نديك 10 ثواني. ما اسم الوادي الذي يخترق صحراء بيوضة ليصب في النيل بالقرب من كورتي؟ الذي يخوف في كورتي. أبدأ عيد. بص شنو غير عيد لي السؤال. النيل شنو؟ النيل شنو؟ في الأول. طيب عشان أكون فير ممكن تكون السؤال ده كتبته فاطمة وشافت جوجل وعرفته هو شنو عشان كده ما بنقوم نقول لكن الإجابة بتاعت السؤال هو وادي المقدم. طيب فاطمة سؤال جديد كده عندك فرصة يا فاطمة. مركزة؟ أيوة مركزة. يلا بسم الله. يا أخ سؤال سهل يا رب. العملة الهندية هي شنو؟ العملة الهندية. أبدعي. روبيا. الروبية. في المرمى. جول. أم درمان تفوز على الخرطوم.
للمرة الثانية على التوالي. أم درمان تتصل على الخرطوم. شكرا خالة أحلام على الجمال والأداء الراقي، والناس الصحافة كلهم تحية لهم. شكرا فاطمة، وشكرا الفتحاب على تقديم هذه الأجوبة الصحيحة. إذن 10,000 مقدمة من شركة كوفتي لفاطمة الفائزة بهذه الليلة من أم درمان. شكرا فاطمة، شكرا كل الذين شاركونا. لو حيين بكرة بنتلاقى في أمان الله. تحياتي.